كم عامر شوشين ثاني مبارياته يعطي الإشارة التي جانب العيد. أوه هدف أول، هدف أول للأفريقي من جانب العيد، مخالفة مباشرة في المرمى مباشرة الكرة، وهدف أول منذ البداية. 4 دقائق لعب، 1-0 للأفريقي أمام الشبيبة على إمضاء التيجيني بالعيد. هذه الإعادة، شوف الصورة، شوف الكرة في القائمة الأيسر، وهدف أول في المباراة. مرة أخرى الإعادة لواحد من أفضل أهداف البطولة إلى حد الآن، كرة بالمليمتر في مرمى الحارس علي القلعي. عالم الهدف الأول للأفريقي، ومخالفة ممتازة لمتوسط ميدان الأفريقي. الآن هو المتقدم في النتيجة، الكرة دائما لصالح الأفريقي، توزيعة داخل منطقة الجزاء، كرة للتيجيني بالعيد. بالعيد يحاول يعمل المراوغة، يحاول يتعدى بدفاع الشبيبة، مازال محافظ على الكرة، يوزع لوسام بن يحيى، صبر خليفة، والتصويب الثاني، الثاني للأفريقي. بلال الخفيفي، بلال الخفيفي يستغل كرة راجعة من دفاع الشبيبة القيروانية. 2-0 في 12 دقيقة فقط للأفريقي، بداية ولا أروع إلى حد الآن، بداية ممتازة. شوف الكرة والتوزيعة من تيجيني بالعيد لوسام بن يحيى، يصوب خليفة، ترجع من القلعة، وموجود بلال الخفيفي يحط الكرة في الشباك. 2-0 للأفريقي، 0 للشبيبة. 12 دقيقة فقط، تنقلب المعطيات، الأفريقي بقوة، الأفريقي بالسرعة الخامسة منذ البداية، والأفريقي متقدم أداء ونتيجة إلى حد الآن. 2-0، عنده الكرة يتعدى الخفيفي، ممتاز، يمشي بلال الخفيفي، وزع في منطقة الجزاء، كرة الثالث للأفريقي، الثالث للأفريقي. صابر خليفة، خليفة موجود، خليفة يسجل، وهدف ممتاز للأفريقي. خدمة كبيرة انطلقت من محور الدفاع للرواق الأيمن لمن تحت الجزاء، وكرة في الشباك. هذه الكرة والإعادة، تخريج الكرة لبلال الخفيفي، يمشي الخفيفي يتعدى، يعمل مجهود كبير، يمشي بمحور دفاع بالكامل، يوزع الكرة، يخلط تيجيني بالعيد، يضرب كرة في القائم، وأيضا الحارس يرجعها، وصابر خليفة موجود، صابر خليفة يسجل مرة أخرى. حاسم صابر خليفة، مرة أخرى خليفة موجودة، مرة أخرى الأهداف موجودة للأفريقي في هذا الشوط الأول. ثلاثية كاملة في أقل من 45 دقيقة، في مباراة قلنا أنها باش تكون مفتوحة، في مباراة أنه قلنا باش تكون فيها الفرجة، وإلى حد الآن الفرجة يصنعها الأفريقي، وإلى حد الآن هجوم الأفريقي من نار، هجوم إلى حد الآن سجل ثلاثية كاملة في نصف ساعة لعب.